بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر کی نماز کے بعد 10 دعائیں. یہ دعائیں ہر مسلمان ضرور پڑھے. دعا نمبر 1, لا إله إلا الله العظيم الحكيم. دعا نمبر 2, رب غفر لي خطيئتي. دعا نمبر 3, أصبحنا وأصبح الملك لله. دعا نمبر 4, الله أكبر كبيرا. دعا نمبر 5, والحمد لله كثيرا. دعا نمبر 6, سبحان الله بكرة وأصيلا. دعا نمبر 7, لا حول ولا قوة إلا بالله. دعا نمبر 8, أستغفر الله. دعا نمبر 9, اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. دعا نمبر 10, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی سارے دن کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے اور اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جو مسلمان بھائی اور مسلمان بہن اور پیارے بچے دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے, وہ سبھی لوگ میرے ساتھ دہرائے, میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھاؤں گا. دعا نمبر 1, لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم. دعا نمبر 2, رب غفر لی خطیئتی. دعا نمبر 3, اصبحنا واصبح الملک للہ. دعا نمبر 4, اللہ اکبر کبیرا. دعا نمبر 5, الحمد للہ کثیرا. دعا نمبر 6, سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دعا نمبر 7, لا حول ولا قوة الا بالله. دعا نمبر 8, استغفر الله. دعا نمبر 9, اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. دعا نمبر 10, اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دعا نمبر 1, لا اله الا الله العظيم الحكيم. دعا نمبر 2, رب اغفر لي خطيئتي. دعا نمبر 3, اصبحنا واصبح الملك لله. دعا نمبر 4, الله اكبر كبيرا. دعا نمبر 5, الحمد لله كثيرا. دعا نمبر 6, سبحان الله بكرة وأصيلا. دعا نمبر 7, لا حول ولا قوة إلا بالله. دعا نمبر 8, أستغفر الله. دعا نمبر 9, اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. دعا نمبر 10, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرے. جزاک اللہ, شکریہ.